أحسن الله إليكم. يقول السائل: سماحة الشيخ، كيف نتعامل مع من يشرك بالله من المسلمين؟ هل يطبق عليهم تعريف الإسلام البراءة من الشرك وأهله؟ وجزاكم الله خيرا. هذا تناقض أن تقول من يكفر بالله من المسلمين. الذي يكفر بالله ليس من المسلمين، يشرك. إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام لا يقال إنه من المسلمين، يقال من المرتدين. يقال من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يكون من المرتدين عن دين الإسلام، إلا أن يكون جاهلا أو معذورا أو مكرها، هذا شيء آخر. نعم.